عشان بيدار باستمراريه. الله ينور عليك. لان كل حد بيجي يشتغل بيبقى عايز يهد ويشتغل. خلينا نرجع ونتكلم في الموضوع باستفاضه، بس معانا كابتن محمود جمعه مدرب عام الفريق. اهلا بيك يا كابتن محمود، والف مليون مبروك، شرفتونا. الله يبارك فيك يا كابتن هاشم حبيبي، ربنا يخليك. يعني كلمني عن ليله المباراه، ليه انا بسال حضرتك؟ يعني حضرتك مساعد المدرب وتدري تماما يعني حجم العبء النفسي اللي كان عليكم ليله المباراه، كلمني من امبارح عملتوا ايه يا كابتن؟ والله احنا يعني من امبارح اللعيبه اللي هيحصل في الماتش، يعني كابتن ميدو والله من امبارح تقريبا ما الراجل تقدر تقول ما نامش وما نامتش معاه. حد لكل كبيره وصغيره في الماتش، حفظ اللعيبه، كل لعيب دوره ايه وفرقه الزمالك بيعملوا ايه. هو ده اللي كنا يعني كنا شغالين عليه من امبارح والنهارده الصبح. امبارح كان في اجتماع مع الفرقه والنهارده كان في اجتماع مع الفرقه، بنحفظ اللعيبه كل كبيره وصغيره في الماتش ايه اللي احنا هنعمله وايه اللي فرقه الزمالك بتعمله. وربنا الحمد لله كرمنا النهارده، ويا رب تكمل على خير في الماتش جايين يا رب ان شاء الله. كابتن محمود، يمكن عندكم تركيز عالي، ما فيش فرحه بعد الجيم، احنا ما شفناش فرحه او مبالغه في الفرحه، عارفين كويس قوي ان يوم الخميس هو يوم الحسم. كلمني عن النقطه دي بالذات، لان النقطه دي بتدل النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطوله. والله يا كابتن هشام، هو اللعيبه يعني من قبل الماتش كانوا طبعا متعهدين ان هم يكسبوا الماتش. احنا كنا محتاجين يعني نرجع الدوري تاني للنادي الاهلي، الدوري بعيد عن النادي الاهلي بقاله 3 سنين. بعد الماتش اللعيبه حتى الفرحه الحمد لله، يعني انت عارف النادي الاهلي متعود طول عمره على الفوز، فبس كانت يعني احنا كنا معجبين. لسه عندنا ماتشين، ماتش سموحه وماتش الجيش. برافو. ان شاء الله الفرحه الكبيره تبقى بعد ما نكسب الماتشين دول ونكسب الدوري ان شاء الله من غير خساره ولا ماتش باذن الله رب العالمين. طب كابتن هسبق، لا هنط يعني يومين كده شويه، انتوا في هولندا ان شاء الله عندكم كم مباراه وديه ممكن تتلعب يا كابتن؟ كابتن محمود؟ كابتن محمود جمعه مساعد المدرب، يا ترى لسه معايا على الهاتف ولا الخط قطع؟ الخط قطع، اكيد هنرجع له تاني. خليني بس اخد كمان بعض التعليقات من جمهور النادي الاهلي. في احمد بتوصل المنظر اللي احنا شايفينه قدام الشاشه، لان انت هو منتهى يعني، هو الناس متيقنه من ده ان هو يعني، ما هو كابتن رؤوف كان موجود الاول، كان صحيح موجود يعني، لو كان اللي بعديه جه هاد اللي هو عمله ما كناش هنوصل لكده. فهو صحيح. بيستمر هو يعني، ده بيسلم ده كل حاجه في كل صحيح. مكان صحيح. انت يا عمي انت وانا قاعد في الجنينه في الاهلي بتحس بالكلام ده للجرسونات اللي شغالين. صحيح يا يعني كابتن. فعلا يعني كابتن هستاذنك لان كابتن محمود جمعه رجع الاتصال. كابتن محمود، كنت بسال حضرتك قبل ما الخط يقطع، في هولندا ان شاء الله، في بولندا ان شاء الله هيكون عندنا تقريبا كم مباراه وديه استعدادا لافريقيا؟ والله احنا المفروض متفقين احنا يعني نلعب من 3 لـ4 ماتشات في المعسكر بالتدريج مع فرق. طبعا بولندا من الفرق اللي تعتبر دلوقتي في المراكز، تاخد دايما المراكز الاولى على بطولات العالم او الاولمبياد او الدوري العالمي، فان شاء الله يكون معسكر قوي يكون استفاده منه على اعلى مستوى قبل ان شاء الله رب العالمين. كابتن محمود، يعني عايز اسال حضرتك سؤال اخير، توعدوا ايه بجمهور النادي الاهلي؟ تقولوا ايه لجمهور النادي الاهلي؟ والله يعني احنا ان شاء الله السنه دي تعهدنا ان احنا نكسب الدوري في الخطوه الاولانيه باذن الله رب العالمين، واللعيبه واحنا كجهاز والناس كلها متعهدين ان احنا ان شاء الله 3 بطولات ان شاء الله ان شاء الله يرجع النادي الاهلي السنه دي. السنه اللي فاتت خدنا بطوله افريقيا، ان شاء الله لازم نحتفظ باللقب باذن الله رب العالمين، تقريبا من عند ربنا ان شاء الله نقدر نحافظ على اللقب والدوري او خطوه، ففضل لنا ان شاء الله افريقيا والكاس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين تكون يعني الفرحه الكبيره بعد بطوله افريقيا باذن الله في النادي الاهلي وعلى ارضنا باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. كابتن محمود جمعه مساعد المدرب، شكرا جزيلا، وقلوبنا ودعواتنا معاكم. يمكن كابتن ماجد التركيز باين في الجهاز الفني. سلم لي على الناس معاك.